أنا وعدتكم أنه هاي حلقة رح تكون خاصة واستثنائية ورح نحكي فيها عن توقعات عام 2024 بالفلك الصيني وليس الغربي. بس أعطيكم فكرة هيك سريعة بالنسبة للأبراج الصينية يلي ما كتير يعني عنده فكرة عنها، أنه كيف نحن بنحسب هذا العام وتوقعاته. طبعا هو عام الفلك الصيني ما بيعتمد على شهر الميلاد ولا على يوم الميلاد، بل على سنين الميلاد. يعني كل سنة في إلى حاكم هو اللي بيكون مسيطر، هو اللي بيمنح هذا الشخص صفات اسم البرج يلي بينتمي لإله. هلأ هذا العام بعشرة شباط دخلت السنة الصينية، وعلى فكرة هي ما بتدخل مثل السنة الميلادية يعني بواحد واحد مثل كل سنة. السنة الصينية إلى مواعيد دخول مختلفة، وكل سنة بتختلف عن السنة اللي قبلها، يعني ما فينا نحدد، ولكن دائما انتقال السنة الصينية من سنة لأخرى بيكون ما بين الشهر الأول والثاني. طبعا هذا العام هو عام التنين الصيني. يعني مين هن موليد التنين الصيني؟ على فكرة بس للتوضيح يلي ما عنده فكرة، الأبراج الصينية بتتبدل كل عام وبتتكرر كل 12 سنة. يعني هلأ بدي أذكر المواليد الراهنة يلي هلأ بهذا الوقت من اللي بنتموا لبرج التنين الصيني، وانتوا لحالكن كل ما بذكر مواليد فيكن تعرفوا برجكن، يعني بترجعوا 12 سنة للخلف أو 12 سنة للأمام. مواليد التنين الصيني هنن يلي بيكون سنة ميلادن 64، 76، 88، 2000 و2012، وطلعوا 12 سنة. ما عاد في شيء بعد 2012 فيه؟ لا في والله، بس صغار كتير. يعني كل 12 سنة بيتكرر هذا البرج. طبعا بالبداية بدي أقول أنه سنوات التنين الصيني هي من بيعتبروها طبعا الصينيين، الحضارة الصينية القديمة، هي من أهم وأكثر السنوات اللي بتجلب الحظ. هيك هنن بيعتبروا هذا الموضوع، وعاملين عليه طبعا دراساتهم وعاملين عليه ملاحظاتهم والمقارنات. يعني عبر التاريخ تكونت هي الثقافة الفلكية الصينية، ولاحظوا انه هاي السنة كتير بيكونوا مبسوطين فيها، وهذا شيء عام طبعا مو بس الصينيين، لانه هي يعني التنين الصيني اولا الابراج الصينية بتنتمي دائما لاسماء حيوانات، فهي اللي يعني بتحاكي الطبع الداخلي لكل شخص. التنين الصيني هو حيوان خيالي، هو الوحيد يلي ما نو واقعي، يعني حدا بيعرف أو شايف تنين بالحقيقة؟ أكيد لا. لهيك هي سنة مميزة جدا، ودائما بيقولوا أنه سنة التنين الصيني بتجلب معها الثروة وبتجلب معها الحظ، ودائما بيعتبروا أنه التنين هو حارس للعظمة والثروة، إضافة أنه بيعتبروها عام للتفاؤل، والتفاؤل الكتير الكبير يلي أحيانا بيتخطى الحذر. فينا بالبداية نقول أنه رمز اللون يلي بيرمز لهذا العام هو اللون الأحمر. فأنا بعرف كتير ناس، أنا لابسة أحمر على فكرة، مبلشة من هلأ قبل الفالنتاين، بس في كتير ناس ما كتير بيتقبلوا اللون الأحمر. أنا بعرف هذا الشيء، عموما أنا شخصيا بحبه يعني بكل الأحوال، بس هذا اللون هو يلي بيرمز لسنة التنين الصيني، وهذا اللون يعني بهاي السنة بيجلب الحظ دائما، وبتصور انه هو لون الموضة كمان بعام 2024. فيعني رتبوا لنا كم قطعة هيك لونه احمر وقت بيكون عندكم شيء مهم بدكم تعملوا. عام التنين هو عام القوة،
أبدا التنين منه شخص ضعيف، هو شخص قوي جدا، استعراضي جدا، سنة سريعة بأحداثها بتفاصيلها، فيها حركة بتحمل فرص جيدة وبتحمل حظوظ، والأحداث فيها كبيرة دائما. يعني استعدوا، هذا العام كل شيء فيه فخم، كل شيء فيه يعني الأمور السلبية بتكون كبيرة والأمور الإيجابية أيضا. طبعا عام ما في تردد أبدا، كلياتنا بنشعر أنه نحن حاسمين بقراراتنا، حاسمين بخطواتنا، إضافة أنه قراراتنا بتكون مهمة وكبيرة وديكتاتورية بأغلب الأحيان، يعني ما نعامل الحوار. وحتى على مستوى العام وحتى على مستوى الدول ما بنشوف انه الدبلوماسية حاضرة، تنين من الاشخاص يلي ما بيجاملوا ابدا. فهي السنة ما فيها هيك مراعاة خواطر مثل ما بيقولوا، فيها قرارات كبيرة، فيها قوة سائدة، فيها صراعات على القوى، شوي ما فيها رقة بالتعامل بين الناس، يعني منشوف كل واحد معتد برأيه بده يفرض هذا الشيء. عام في طموح كتير كبير وفي تطورات وفي ابتكارات مهمة على المستوى العام. طبعا هو عام للابتكار للاختراع، ممكن كتير نسمع باختراعات جديدة، اكتشافات ممكن تكون على الصعيد الطبي أو على الصعيد العلمي مثلا، ورح نشوف في شغلات بهذا العام خارج عن الصندوق، يعني أمور ما كنا بنعرفها ممكن كتير يتم اكتشافها وتداولها. فهو عام ممكن يكون في وفرة مالية لكتير من الناس بهذا العام، وبنفس الوقت فيها إسراف كتير، فانتبهوا، الله يوفقكم. يعني هلأ هو يجي المال وبعدين منرتبه نحن. وعام بتنشط فيه العلاقات والاجتماعيات والظهور، يعني كل حدا عنده ميزة أو عنده عمل معين منلاقي إنه هو تحت الضوء. الأشخاص يلي ما عندهم خلق، يلي ما عندهم إبداع، بيبقوا بالظل بعام التنين، ما بياخدوا فرصتهم. الأشخاص الضعفاء ما بياخدوا فرصتهم بهذا العام، ودائما بيعتبروا إنه هذا عام محظوظ فيه يلي بيولد، يعني المواليد البيبيات يلي بيجوا بعام التنين الصيني هن بيكونوا يعني بيجلبوا حظ لأهلهم ولإلهم بنفس الوقت. طبعا هذا عام للجرأة، عام للطموح، في إرادة، في سيطرة، عام في فخامة إجمالا، وفي مثل ما ذكرنا إسراف وتبذير، وخاصة بالنواحي اللي فيها بزخ واللي فيها رفاهية، الحفلات مثلا، المناسبات، المهرجانات كتير بتكتر هي السنة. طبعا على مستوى العالم أنا عم بحكي، ما عم بحكي بمنطقة معينة. سنة الحقيقة فيها مبالغات بكل شيء، فنحن اللي بدنا نكون الميزان بهذا العام ونكون حذرين. يعني اللي بده يدخل مشروع مثلا، قد ما كانت المغريات يحاول يدرسه بشكل صح، ما يبالغ بتقدير النتائج، ما يبالغ بتقدير إمكانياته. كل واحد يدرس الأمور بشكل كتير واقعي، يدرس إمكانياته الحقيقية ويباشر بأموره. عام بيكتر فيه الزواج على فكرة، وبيكتر فيه حالات الارتباط، ولكن مشكلة هذا العام مثل ما قلنا بالحماس الزائد والمبالغ فيه، إضافة أنه ممكن يكون عام هيك فيه عنف شوي، تنين قلنا أنه حيوان أسطوري وعنيف، فممكن كتير يكون في بعض الحروب، يعني ما تخف وطئة يعني الحروب بمناطق كتيرة من العالم. ممكن يكون في أيضا بعض الاغتيالات وهالقصص هي يلي بتبهرنا وقت منسمع فيها، بس عامة هو عام يجلب الحظ ويجلب المال.
بيكتر فيه على فكرة الأمور الفنية، بتكتر كتير بهذا العام، فحنسمع كتير أخبار عن فنانين، عن نجاحات، عن أمور العلاقة بحركة فنية، بمهرجانات، بمسارح، كل هي القصص بنسمع فيها كتير. وعلى فكرة رغم أنه طولنا شوي بالمقدمة، بس معلش لأنه هو يوم بالعامة بنحكي عن الأبراج الصينية مشان تاخدوا فكرة عنها، كل يلي حابب طبعا يتابعنا. حفلات الزواج، حفلات عياد الميلاد، حفلات الخطوبة، رح نسمع أو نشوف على السوشيال ميديا حفلات خيالية ومكلفة جدا، يعني حيكون في شيء مبهر على هذا الصعيد. نبدأ بالأبراج الصينية، ورح أذكر لكم كل برج صيني شو المواليد أو شو لازم تكون سنة ميلاده ونحكي حظوظه بهذا العام. نبدأ مع أول المواليد الصينية اللي هو مولود الفأر الصيني، يلي بيكونوا من مواليد 60-72 84 96 2008، وطلعوا 12 سنة، يعني كل 12 سنة بيتكرر هذا البرج. طبعا الفأر من أكثر الأبراج حظا بعام التنين، الحقيقة عنده حظوظ قوية كتير، عنده ارتباط إذا كان حابب يرتبط ويتزوج، عنده أمور مالية بتنتعش بهذا العام، وممكن كتير يكون أو يباشر بمشروعه الخاص إذا حابب يعمل قصة له مستقلة. طبعا إذا حابب يدخل تجارة فممكن كتير تكون ناجحة. الفأر شخص ذكي جدا والتنين بيحبه كتير، فبيدعمه وبيدلله، أولا لأنه بيفهم عليه، هن الاثنين بنفس اللغة بيتعاملوا. الفأر شخص عنده ابتكار وعنده دائما يعني حضور محبب وعنده حب للاجتماعيات، الفأر شخص اجتماعي جدا، والتنين بيحب الناس اللي تحت الضوء، ما بيحب الناس المنعزلين يلي بيكونوا بالظل، فلهيك في مصالح متبادلة بين هالبرجين دائما، ويمكن الفأر يشارك تنين إذا كان عنده شي مشروع ما، بس عموما حظوظه جيدة حتى بالسفر. ننتقل لتاني المواليد الصينية وهو مولود الثور، يلي دائما بتكون مواليدهم 61 73 85 97 2009، هدول هن مواليد الثور الصيني. هلأ بهذا العام مولود الثور، مشان نكون يعني صريحة معه، هو عام جيد، ما نو سيء أبدا، ما في أعوام سيئة بالأبراج الصينية بالمعنى الحرفي، بس يعني في ناس أحسن من ناس بيكونوا. فمولود الثور يعني بده يجتهد كتير بهذا العام، هو من الأشخاص اللي عندهم بطء شوي بأمورهم، سواء بقراراتهم، بإنجازهم، بتقبلهم للأمور الجديدة، والتنين شخص سريع جدا يعني يقتنص الفرص بسرعة، فهو بيحب الناس العجولين، بيحترم الأقوياء، والثور برج قوي، التنين بيحترم القوي كتير بس ما بينتظر البطيء يعني، فالثور كتير بده يثابر وكتير بده يجتهد، والحل الوحيد ليستفيد من هذا العام انه يقبل التغييرات، الفرص الجديدة، يعني يغامر له شوي، معلش بيمشي الحال، شوي يهتم بالشأن المالي ويديره بشكل جيد. نروح لمولود النمر الصيني، ثالث المواليد بالترتيب طبعا من الأبراج الصينية، ويلي بتكون سنوات ميلاده 62-74 86-98 و2010، هدول هن المواليد النمر الصيني اللي عندهم نجاحات باهرة بهذا العام. بتعرفوا انه في شيء مشترك بين التنين والنمر، انه هن اثنين شديدي التفاؤل، وهن اثنين
يعني شوي بيغامروا أو حذرهم قليل. هلأ النمر أكثر مغامرة من التنين، التنين عنده حكمة ببعض المواقع، التنين عنده شوي مغامرة، فالتنين بيحب هدول الناس، فبيحقق النمر انتصارات بهذا العام وهي سنة متفائلة لإله. أموره المالية بتكون جيدة، ممكن أيضا يسافر، ممكن يقتني عقار لو كان حاطط بباله هذا الشيء، بس شوي بده ينتبه من استثماراته المالية ما يكون فيها مبالغة. روح لمواليد الهر الصيني أو ما يسمى بالأرنب الصيني اللي كانت سنته 2023. ما بعرف قديش مواليد الأرنب استفادوا من العام الماضي، بس لابد أنه صار عندهم تغييرات. طبعا السنوات يلي بينتموا لها مواليد الأرنب هي سنة 63، 75، 87، 99 و2011. هدول هن مواليد الهر أو الأرنب الصيني، هدول الناس الهادئين الرسميين لحد ما. عموما عندهم سنة منيحة، لازم يكونوا أكثر اجتماعية. هلأ هن شوي ما كتير بيحبوا هيك الدخول بالمجتمع من أبوابه الواسعة، بس الحقيقة فرص هالمواليد رح تكون من العلاقات الجديدة. فأنتوا أشخاص مرتبين وأنيقين جدا أصحاب هالسنوات ودقيقين، ومثل ما بيقولوا هيك متقنين بكل شي بيعملوه. حاولوا أنه تخرجوا للمجتمع بهذا العام، حاولوا أنه تكونوا تحت الضوء. هاي الطريقة يلي ممكن يكون فيها عنكن فرص مهنية جيدة أو فرص ربحية أو فرص مالية. ما تنعزلوا بهذا العام، تعاملوا مع الناس، عرفوا كيف تعملوا شبكات حواليكن من الناس اللي ممكن يقدموا لكم مساعدات. هو عام جيد وإجمالا عام دراسي للطلبة حلو. وصلنا لعام التنين يلي هو حاكم هاي السنة ويلي بيكون مواليده 64، 76، 88، 2000 و2012. هدول هن مواليد التنين الصيني يلي عندهم حظوظ باهرة، هن بيخلقوا حظه. مواليد التنين ما بينتظروا القدر، يعني أشخاص اعتماديين كتير وشاطرين الحقيقة وطموحين، عندهم طموح يعني جارف بكتير. بس يعني انه هاي السنة شوي هيك، يعني شوي الاندفاعات يمكن شوي نهدي عليها بالنسبة لمواليد التنين وخاصة ماليا. عندهم حظوظ مالية، عندهم تحسن على الحالة النفسية وهذا أهم، لأنه هديك السنة شوي كانوا متعبين. انتصارات، يلي بده يرتبط، يلي بده يغير بيت بهذا العام، يلي بده يسافر، يلي بده يباشر بعمل جديد، كله متاح يعني بالنسبة لمواليد التنين الصيني. هن حكام هذا العام وهن يلي ممكن يكونوا جالبين للثروة، طبعا الوفرة أصدت والحظ. مواليد الحي الصيني أو الثعبان الصيني يلي بيكونوا من أصحاب السنوات 65، 77، 89، 2001، 2013. هدول هنين اللي بينتموا لسنوات الحي الصيني. طبعا ما في شك انه التنين كتير بيحب الحي. ما هو اذا انتو بتشوفوا بالصور القديمة التنين هو افعى ذات رأسين، هيك بيصوروه يعني، هو يعني بالتخيل تبع هذا الحيوان الأسطوري هو أفعى ذات رأسين، فإذا هو ينتمي لنفس الفصيلة، فلهيك هو كتير بيحبه لمولود الحي الصيني، وفي صداقة بتجمعهم. وهن الاثنين على فكرة أشخاص قدريين، يعني حياتهم كتير القدر بيحكم فيها أكتر ما يكونوا هن، يعني سواء بفرص بتتقدم لهم، سواء بحظوظ جيدة،
تلاقي انه هيك بتجيهم هيك فجأة هي القصص. فأنا بشوف انه يعني في دعم لمواليد الحي الصيني بهذا العام من صديقه التنين، لأني بيحبه كتير ودائما بيهتم فيه وبيجذبه بشكل دائم، وهن اتنين عندهم هاي حب الفخامة وحب هيك الأرستقراطية، وبيحبوا البزخ وبيحبوا الظهور وبيحبوا الأضواء، فيعني سنة ملائمة جدا لمواليد الحي. إضافة إنه هذا عام بالنسبة لمواليد الحي الصيني ممكن يكون عام للارتباط والحب. ننتقل لمواليد الحصان الصيني يلي بيكونوا من مواليد 66 ل 78 90 2002 وال 2014. هدول هن مواليد الحصان الصيني. طبعا سنة جيدة جدا وداعمة، كمان هن أصدقاء بالفلك الصيني الحصان والتنين وبيتشابهوا بكثير من الصفات، بس شوي الحصان الصيني شخص نؤوزي شوي أو غضوب، يعني منلاقيه هيك، وأحيانا وقت بتصيبه حالة عصبية ما منعرفه، يعني بيتغير كليا بيقلب لشخص تاني تماما. فبهذا العام ما بده يكون حد بهي الطريقة، بده يحاول يتعامل مع أموره بدبلوماسية، يعني قد ما بيقدر يحاول يكون دبلوماسي ومرن، لأنه منتظرته حظوظ كثيرة. كثير مواليد الحصان يلي مفكرين بسفر بتغيير بلد، بانتقال لبلد آخر، بانتقال لبيت تاني مثلا، بدخول بعمليات استثمارية بيع شراء، هذا عام مناسب. وصلنا لمواليد العنزة الصينية اللي بينتموا للسنوات 67 79 91 2003 2015. هدول هن مواليد العنزة الصيني، طبعا بتزيدوا كل 12 سنة بتكرر لنا البرج. هلأ مواليد العنزة بيزبطوا حالهم مع كل الأبراج وبكل السنوات، بس النقطة الوحيدة اللي بدو ينتبهوا عليها إن الأشخاص يعني شوي كسولين، وما بدي أظلمهم كتير، هنن وقت يوكل إلهم مهام يعني ماهرين وباهرين، ولكن هنن بيشتغلوا على حسب إيقاعهم الخاص، يعني مزاجيين بالعمل، ما بيحبوا العمل تحت الضغط يعني. فبهذا العام ما بيقدروا يستسلموا لهي الطبيعة، يعني بده يكونوا أسرع، هنن بطيئين طبعا، بده يكونوا أسرع لحتى التنين يحترم إنجازهم ويعطيهم مزيد من الخيرات، ما هيك؟ ففي طبع بمولود العنزة الصيني بيضايقه كتير للتنين، وهو اللامبالاة أو القدرة الدائمة على تأجيل الأمور. إذا بدك تتعامل بهاي الطريقة فبتروح الفرص منك، الفرص اللي ممكن تكون موجودة بتروح، أما إذا بدك تحاول تكون أكثر سرعة وأكثر جدية فالأمور رائعة بالنسبة لمواليد العنزة. مواليد القرد الصيني يلي بتكون سنوات ميلادهم 68 ل 80 ل 92 ل 2004 وال 2016. طبعا هدول 2016 و17 هدول صغار لسه، يعني ما كثير بدنا نعول عليهم، بس انا اخترت المواليد يلي كلهم موجودين بهذا الوقت. طبعا من افضل الحظوظ مولود القرد الصيني والصديق الصديق اللدود، خليني للتنين وليس المخلص، صديق اللدود لأنه بيضاهي بالقوة والذكاء وبيحبه كتير التنين، ومصدر رائع بعلاقته إن اتنين لبعض. بس ليش قلت اللدود؟ لأنه ما نو أقل منه قوة ولكن بذكائه،
القرد شخص ذكي جدا وبيعرف يقتنص الفرص وبيعرف يتحايل لحتى يحقق مصالحه سواء المالية أو حتى المهنية على كل الأصعدة. فالتنين كتير بيحبه لأنه بيشعر بذكائه وبيشعر أنه هو شخص قوي وقادر على أنه يتحمل مهام جسيمة، فلهيك في احترام متبادل بيدعمه جدا بهذا العام، عام رائع لمولود القرد الصيني للبدايات الجديدة. أي بداية بدك تعملها، بدك تسافر، بدك تتزوج، بدك تعمل أسرة، بدك تفتح تجارة، بدك تفتح مشروع خاص، هذا عام ملائم. وأكثر شيء بينجح القرد الصيني بهذه السنة بالتجارة يا جماعة. وصلنا لمواليد الديك الصيني اللي سنواته هي 69 ال 81 ل 93 ال 2005 وال 2017. هلا كمان هي سنة حلوة لمواليد الديك، ولكن كل الانشغالات بالنسبة له بهذا العام رح تكون على مستوى أموره المالية. طبعا سنة جيدة وداعمة، التنين بيتشابه هو والديك بكتير من الصفات، هن اتنين بيحبوا الظهور، بيحبوا الأضواء، بيحبوا الادعاء، يعني دائما ما بيحبوا يكونوا على الهامش وما بيحبوا يكونوا بالصفوف الثانية، بيحبوا دائما يكونوا بالصف الأول بكل الأمور. فلهيك أنا بشوف. وبعدين الديك شخص يعني شغيل بطريقة عجيبة، ما بيتعب، بيشتغل كتير ومنظم كتير ومرتب كتير وقادر على إدارة الأمور المالية بحكمة. فهي السنة مهمة جدا لمواليد الديك لترتيب أمورهم المالية، لوفرة، لحظوظ مالية بتجيهم، بس ينتبهوا شوي على الأمور الصحية. البرج ما قبل الأخير هو برج الكلب الصيني يلي بتكون سنواته 70 ل82 ال94 ال2006 وال2018. هلأ مولود الكلب الصيني علاقته بالتنين مانا سيئة، تمام، ولكن البيناتن إيقاع السرعة يختلف. التنين شخص متفائل كتير، مغامر، لا يخشى المجهول، والكلب عكسه تماما، مانو شخص كتير تفاؤلي، شخص حذر جدا، مانو شخص ممكن انه هيك يرمي حاله بمغامرة بدون حسابات، وخاصة المغامرات المالية. فلهيك يعني الحذر ما كتير بيناسب هذا العام بالنسبة لمولود الكلب الصيني. فلهيك ممكن برتم العام السريع كتير يكون في عند مولود الكلب بعض المشاكل على صعيد شراكاته، إذا عنده شراكات بالعمل، شراكات بالمال، يعني لبين ما بده يفهم ويخطط ويرتب بيكون غيره سبقه، فبتصير المشكلة وبيصير نوع من التشكيك بهذا الموضوع. فبس بده هيك شوي ينتبه مولود الكلب الصيني، لأنه ممكن يكون عنده شراكات جديدة بهذا العام وممكن يترك شراكات قديمة. آخر المواليد بقائمة الأبراج الصينية هو برج الخنزير الصيني يلي بينتموا أصحابه لسنوات 71 83 95 2007 2019. هذا هو مولود الخنزير الصيني. طبعا علاقته بالتنين جيدة، بالعكس التنين بيحبه كتير وهو شخص محبوب عموما من كل الأبراج، يعني مولود الخنزير وعنده حظوظ عموما مالية جيدة، بس أنا أخشى من استغلاله لهذا المولود. كل اللي بينتموا لهالمواليد أشخاص طيبين كتير على فكرة، طيبين القلب وبيهبوا ثقة بسرعة للناس، فأنا بخاف بسنة مثل هاي سنة بيسود فيها القوة، الأنانية، الطموح، حب المال بطريقة قوية كتير. بخاف يعني على مولود الخنزير الصيني من بعض الاستغلال المالي، فانتبهوا مواليد، يعني لا تشتغلوا مجانا، لا تدينوا حدا لأنه ممكن مصاريكم ما ترجع، يعني حاولوا الأمور المالية تضبطوها منيح. عموما هي السنة للعمل بالنسبة لك مولود الخنزير الصيني، سنة فيها عمل وفيها مردود جيد من العمل،
وما بدها كسل، حطها ببالك هاي القصة، وشوي صحيا ننتبه.